السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم اخترت لكم أفضل تطبيق للكتب الصوتية باللغة العربية، وهذا التطبيق اسمه الراوي. يمكنك من التفاعل مع المؤلفين والناشرين، ويتيح لك كتب صوتية في عدة مجالات مع إمكانية تفعيل ميزة المتابعة لتحفيزك على القراءة اليومية. وهذا التطبيق سوف تجدونه طبعا على البلاي ستور في عدة مجالات كما قلت سابقا، كالاقتصاد والعمل والتاريخ، السياسة، التربية والتعليم، التنمية الذاتية. في عدة كتب مجانية كما تلاحظون، كتب مجانية وآخر الإصدارات، كتب آخر الإصدارات والأكثر أنسا والأكثر مبيعا. والجميل في هذا التطبيق أنها كلها مجانية كما تلاحظون. الأكثر مبيعا، إذا الكتب الأكثر مبيعا سوف أختار كتاب تعلم وافعل، وسوف الفجوة تلاحظون بين المعرفة جودة والتطبيق. الصوت جد عالية. ذات يوم قابل أحد المؤلفين قارئا من قرائه فقال له مادحا: لقد قرأت جميع كتبك وأحببتها كلها، ولكن كان المؤلف يدرك أن التعلم الحقيقي